السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة حلقة من حلقات مادة الكيمياء، عايزين نعرف إزاي نتفوق في الكيمياء، إزاي نوزن معادلة صح، إزاي نكتب صيغة كيميائية صح، إزاي نحل معادلات بطريقة سهلة وإن شاء الله مبسطة، إزاي نحل مسائل بتاعة الصيغة البنائية والصيغة الجزيئية. عايزين حاجات كتير نعملها النهاردة، نركز مع بعض كده حاجة حاجة. أولا عشان نفهم كيمياء صح، في أساسيات في الكيمياء. يعني إيه أساسيات؟ إزاي؟ يعني العنوان هنكتبه المعادلة الكيميائية الموزونة أو وزن المعادلة الكيميائية. المعادلة الكيميائية لازم لها معنى الأول نعرفه، ايه هي المعادلة الكيميائية وايه التفاعل الكيميائي. يعني ايه الكلام؟ يعني لما يجي يقول لي ما المقصود بالمعادلة الكيميائية، عندنا في اولى ثانوي رسمي معادلة الكيميائية، وفي معلومات عايز اقولها لطلبة اولى ثانوي وتانية ثانوي، لازم المحتوى يتفهم، مفيش حاجة اسمها نحل وخلاص. يعني في بعض ناس متابعين معايا على النت عايزين نحل يا مستر، مفيش حاجة اسمها نحل من غير ما نعرف المحتوى اللي عندنا وازاي نفهم الاول قبل ما نبدا نحل. المعادله الكيميائيه لها تعريف مبسط جدا جدا جدا، بنعمله بالطريقه دي: سهم فيه مواد متفاعله، مواد ناتجه من التفاعل، واللي السهم ده عليه شروط التفاعل. شروط التفاعل، يبقى لو حبينا نعرف المعادله الكيميائيه بدون حفظ، لان مكتوب عندنا في حدود سطرين ثلاثه، المعادله الكيميائيه ما هي إلا مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية التي تعبر عن المواد المتفاعلة. يعني إيه المواد المتفاعلة؟ يعني اسمها المتفاعلات. يعني إيه برضو؟ يعني الحاجات اللي أنا بحطها في الأنبوبة دي اسمها المواد المتفاعلة. يبقى أنا حطيت هنا أي حاجة في الأنبوبة دي اسمها المواد المتفاعلة. طب الناحية التانية المواد الناتجة. المواد الناتجة، يعني ايه المواد الناتجة برضو؟ يعني النواتج. في نواتج في المعادلات؟ اه طبعا، دايما المواد المتفاعلة على اليسار، المواد الناتجة من التفاعل على اليمين. وشروط التفاعل كتير، يعني ممكن حرارة اللي هو المثلث كده، او اكتب حرارة بالعربي كده، او اكتب هيت، التلاتة بمعنى واحد. نركز كده مع بعض: حرارة، سهم، او هيت. ممكن تقليب، ممكن رج، وهكذا. يعني في بعض حاجات كتيرة اسمها شروط ايه؟ التفاعل. ولازم تتكتب على الايه؟ السهم. ليه برضو؟ لان لو انا قلت مثلا كبريتات النحاس اللي خدناها في السنة اللي فاتت ومكررة علينا السنة دي ومكررة علينا في تانية سنة وكيمياء وفي تالتة سنة وكيمياء، يعني لو ما عملتش حرارة على السهم التفاعل ما ينفعش يتم. ما أثر حرارة؟ إذا المركب اللي قدامي ده لو قعد 100 مليون سنة لن يحدث له تفكك أو تحلل. يبقى في الحالة دي تسهمه على حرارة أو تسخين أو هيت، طبعا في طريقة معينة هنقولها الوقت عشان برضو ما ندخلش الموضوع على بعضها، لأن الجزئية دي اسمها التفاعل الكيميائي. بقى التفاعل الكيميائي، التفاعل الكيميائي اللي أنا بعمله. في بعض ناس مستغربة أنا بكسر روابط المواد المتفاعلة ليه؟ لأن أنا بطبق تعريف التفاعل الكيميائي. يبقى تعريف التفاعل الكيميائي كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. نرجع تاني لتعريف المعادلة الأول. المعادلة الكيميائية عبارة عن مجموعة، يعني التعريف الصحيح بقى كده، مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية، والصيغ الكيميائية التي تعبر عن الثلاث حاجات اللي انا اعملهم كده بالاسهم، التي تعبر عن ثلاث حاجات. المواد المتفاعلة، المواد الناتجة من التفاعل، شروط التفاعل. دي تكملة التعريف. يعني ايه المواد المتفاعلة؟ لو احنا قلنا تفاعل عندي اهو هيدروكسيد صوديوم زائد HCl،
ادي معادله من المعادلات اللي عندنا وموجود عندنا رسمي في المنهج. يبقى دي اسمها مواد متفاعله. طب المواد الناتجه من التفاعل هتطلع ازاي؟ يستحسن ما الفش. ابدا تعريف التفاعل الكيميائي بقى. ايه هو تعريف التفاعل الكيميائي؟ نطبقه على طول. طب هنا الشرط ايه؟ طالما في حمض هنا يبقى هكتب على السهم ايه؟ ضايل، يعني مخفف. يعني من احد شروط او شروط التفاعل هنا لازم اكتب ضايل. المعادلة التانية دي من احد شروطها السهم او هيت او حرارة بالعربي. طب نشوف نطبق تعريف التفاعل الكيميائي بقى هنا على المعادلة عشان برضو نفهم احنا بنعمل معادلات ازاي، لان برضو عايزين نقول المعادلة الايونية ضروري النهاردة لان في ناس كتير بتتلخبط فيها. كسر الروابط بنطبق تعريفه. كسر الروابط ادى الصوديوم الموجب، هنا الهيدروكسيد السالب. هو بمزاجك يا استاذنا؟ لا مش بمزاجنا. هنا عندنا الصوديوم معروف ان هو فلز. منين يا استاذ؟ ما هو ده الكلام اللي احنا عاوزين نعرفه بقى. الصوديوم من اولى اعدادي واخدينه. هنقول ما هنحفظ العدد الذري؟ لا، من العناصر المعروفه الفلزات والاقلاء وون اف تاني اعدادي. يا استاذ معدى التانية اعدادي، بس هتقابلنا السنه الجايه في تانية سنه وكيمياء. يعني توزيع الكتروني 2-8-1. برضو احنا بنلف عشان ايه؟ عشان نعرف حكايه ان هذا العنصر فلز، والفلز يعني فقد. يبقى في حصص تاسيسيه عندنا برضو على اليوتيوب، في حصص تاسيسيه حوالي 9 حلقات في الكيمياء نتابعها ان شاء الله، واعمل لكم الرابط تحت الحلقه ديت ان شاء الله ونشوفها عشان نستفيد. من اولى اعدادي لغايه ثالثه ثانوي بنستفيد من هذه الحلقات حوالي 9 حلقات تاسيسيه في الكيمياء. برضو ما كملناش هنا. انا عملت هنا ليه كده؟ عشان اعرف ان ايونه موجب. اللفه دي كلها عشان اعرف ايونه موجب؟ لا، ما هي المفروض تبقى في دماغي اكون عارفها وفاهمها. يبقى ايون الصوديوم الموجب وايون الهيدروكسيد السالب، معروف المجموعات الذريه كلها سالبه ما عدا مجموعه الامونيوم، خلاص، اللي هي NH4، مش الامونيوم، امونيوم. طيب نشوف الجزء الثاني. H موجب و Cl ايه؟ سالب. انا بطبق ايه دلوقتي؟ التفاعل الكيميائي. ما هو التفاعل الكيميائي؟ كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله. طب وبعدين؟ هنيجي نشوف الموجب ده اهو اللي هو الصوديوم، هيروح يرتبط مع مين؟ الكلور السالب. يبقى النواتج اللي طالعه لي NaCl ملح الطعام زائد ما تبقى H وH الميه. في معلومه بقى عايزين نعرفها. ايه هي المعلومه؟ الحاله الفيزيائيه لاي معادله كيميائيه، يعني دايما الميه ليكويد طالما مفيش تسخين. نركز الكلمه دي لان ساعات بنلاقيها في المعادله ليكويد وساعات حرف في يعني بخار ميه، ووتر ايه؟ فيبر. خلاص الناتج اللي طلع لي هنا طبعا هنا اكواس، وهنقول الكلام دلوقتي اكواس يعني مائي. اتش سي ال اكواس لان انا مخففه بالميه. اللي طالع هنا سوليد صلب ملح، خلاص. والتجربه دي بتتعمل في المعمل وبتطلع نتيجه كويسه ونتيجه حلوه، يعني بتطلع لي فعلا ملح، بس بنعملها في بوتقه بقى، بوتقه جزء من الفخار كده موجود في قلب المعمل، خلاص. وبنولع النار. طبعا التفاعل بيتم الاول بنحطهم مع بعض HCl مع هيدروكسيد صوديوم، بيديني هنا اهو ميه وايه، وباين ان هي ايه في قلبها ماده، بس الميه وملح ما بتبانش ان فيها ايه ملح. طب عايزين نثبت ان فيه ملح ماده صلبه والميه، بنسخن الميه بتتصاعد ويتبقى ايه؟ ملح الطعام. ملح الطعام اللي هو كلوريد الايه؟ الصوديوم. برضو الحاله الفيزيائيه لازم اكون عارف شويه رموز لازم نعرفهم كده مع بعض. لما نقول اكواس ايه كيو يعني محلول مائي. طيب اللي قصادها بالظبط ليكويد يعني سائل، والماء معظمه هو اللي بيجي في صورة الليكويد الحرف ال ده. الاس يعني سوليد صلب، مادة صلبة، خلاص. يبقى أنا عندي اكواس، عندي حالة بخارية حرف فيه بخار ماء،
دي اسمها الحالة الفيزيائية الايه للتفاعل الكيميائي او المعادلة. نيجي لتعريف التفاعل الكيميائي برضو، لان لازم نعرف، لان في ناس بتستغرب لما بنعمل عملية التكسير دي. ما معنى التفاعل اللي حصل في الانبوبة؟ كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، ده اللي احنا عملناه في المعادلة اللي فوق هنا. طب وبعدين؟ وتكوين روابط جديدة للنواتج، ده اللي حصل فعلا في المعادلة اللي عندنا. طب نيجي للمعادلة اللي فيها حرارة، هنطبق نفس الكلام، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. وده خدناه السنة اللي فاتت بالمناسبة، قلنا علينا السنة دي برضو. هنا نحاس CU كبريتات SO4، انا طبقت الكلام التعريف. طيب بنقول النحاس ما معاهش اي من ذرات الاكسجين، الكبريت معاه 4، ادى الكبريت اهو ومعاه 4، هناخد منه واحدة بقى SO3. الواحدة اللي خدناها لمين؟ لذرة النحاس. يبقى اصبح الناتج اكسيد نحاس زائد غاز ثالث اكسيد الكبريت، جاز خلاص، وده راسب يبقى اكتبه سوليد خلاص، وده هي سوليوشن او اكواس. يعني ايه؟ يعني عندي كبريتات النحاس ضايف عليها شويه ميه وببدا اسخن، اذا بيتكون راسب اسود خدناه او ماده سوداء، لان ساعات بيكتبوها ماده سوداء او راسب اسود، الاثنين بمعنى واحد بالمناسبه، لانها ايه؟ سوليد. وطلع عندي ايه؟ غاز ثالث اكسيد ايه؟ الكبريت. طيب المعادله الكيميائيه اللي عندي، اي معادله كيميائيه يجيبها لي وعاوز اشتغل فيها صح كالاتي. يعني لو قال لي محلول كربونات صوديوم مع حمض الهيدروكلوريك، دي معادله موجوده عندنا، وازاي نوزنها بطريقه سهله. يعني احنا في عندنا معادلات بطلب مني وزنها، وفي معادلات بتوزن نفسها بمجرد ما احنا بنبقى عارفين التكافؤات. يعني ايه؟ محلول كربونات الصوديوم، ده صوديوم ودي مجموعه الكربونات. طيب طالب في اولى ثانوي او طالبه في اولى ثانوي وما تعرفش تكتب لي رمز كربونات الصوديوم، دي مشكله. يبقى نراجع على الحلقات التاسيسيه، نراجع ونذاكر ازاي نكتب الصيغه الكيميائيه بتاع كربونات الصوديوم، لان المبدا العام ما عرفتش اكتبها صح هتبقى مشكله. يعني ايه هتبقى مشكله؟ بدايتي غلط. اذا يعني مثلا لو حد ما خدش باله، احنا هنشوفها تطلع دلوقتي، الصوديوم اهو ودي هنا كربونات، اساسيات من اولى اعدادي. الصوديوم تكافؤه احادي، الكربونات تكافؤها ايه؟ ثنائي، بنربط المواضيع ببعضها. طب الصوديوم تحتيه العدد رقم 2، كربونات واحد ما بيتكتبش. يبقى الصيغه العامه بتاع كربونات الصوديوم Na2CO3، يبقى لازم اكون عارفها. لازم اكون عارف اولا، حتى من غير ما اعمل الصيغه اللي هنا اللي هي الصيغه الرمزيه بتاعتها، معروف ان مجموعه الكربونات ثنائيه، يبقى لازم تاخد 2 ايه؟ صوديوم. يعني لو طالب او طالبه عملت لي Na2CO3 طبعا تاخد صفر، ما عدتش تعرف توزن المعادله تاني، لان سويت الاحادي بالثنائي، وهذا لا يجوز في ايه؟ في الكيمياء خلاص. ولذلك بنقول كربونات الصوديوم زائد، شوفوا كده، حمض الايه؟ الهيدروكلوريك. ملاحظين ان انا بعدت شويه عن مكان حمض الهيدروكلوريك ليه؟ لان احنا هنا بالمبادئ الاساسيه للكيمياء في الاول خالص، ان ال HCl حمض احادي الايه؟ الهيدروكسي احادي البروتون. يعني ان هوت القاعديه بتاعته بنسميها في اولى ثانوي بقى احادي القاعديه. يعني ال HCl من تصنيفه الاحماض احادي القاعديه. يعني ايه احادي القاعديه؟ يعني حينما يتأين يعطي ايون الهيدروجين موجب واحد بس خلاص، يعني بيديني بروتون واحد في ثنائي القاعدي زي حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك عندي اهو H2SO4، اسمه ثنائي القاعدي. يعني ايه؟ حينما يتأين او يتفكك يعطي 2 بروتون
وادي مجموعه الكبريتات زي ما هي. في الثلاثي القاعديه حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك ثلاثي القاعديه، فين رمزه؟ H3PO4. ده الثلاثي القاعديه حينما يتأين يعطي ايه؟ 3 هيدروجين. خلينا بقى في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الهيدروجين انا سبت جزئيه بسيطه هنا عشان بمجرد ما اعملها المعادله هتوزن نفسها بنفسها. ازاي؟ اولا ده احد القاعديه وده ثنائي اللي هو الكربونات والصوديوم. يبقى اما احط هنا 2 من الاول الامور هتتظبط. يعني ايه برضه؟ هحط هنا 2 قدام الهيدروجين و2 قدام الكلور. طب نشوف بقى كربونات الصوديوم كده، 2 Na ومجموعه الايه؟ الكربونات. طيب دي موجب زي ما اتفقنا ودي سالب سالب. طب يا استاذ حطيت هنا موجب واحده بس ليه؟ لانه احادي والاثنين بتاعته قدامه. هنا CO3 سالب سالب لانها مجموعه ذريه ثنائيه. طيب نبص ايه اللي هيحصل بقى. اتفقنا اطراف المعادله مع بعضها، الموجب مع السالب. نبص على حكايه 2 عامل مشترك اللي الناس برضو مستغرباها. الكيمياء فيها رياضه؟ فيها رياضه. هنا 2 بره اهي واتنين هنا، يبقى بناخدها مع نفسها كده بره عامل مشترك NaCl زائد بقيه المعادله. ايه اللي هيحصل؟ حمض الكربونيك ده هناخده في تقسيمه الاحماض من الاحماض الضعيفه، يعني غير تامه التأين، يعني ما ينفعش يتكون بالطريقه دي. ولذلك الهيدروجين عامل مختزل قوي زي ما خدناه في ثالثه اعدادي، اذا ينتزع ذره اكسجين، بيستغل فرصه ان الحمض ضعيف. يبقى هنا سحب ذره اكسجين اداني ميه، ما تبقى ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. يعني المعادله دي مهمه؟ مكرره علينا السنه دي وبنفس اللفظ كده. يبقى H2O زائد ثاني اكسيد الكربون، يبقى غاز ايه؟ تصاعد. يبقى اتكلمنا النهارده عن المعادله الكيميائيه، اتكلمنا عن التفاعل الكيميائي، اتكلمنا ازاي نتعامل مع اي معادله تجيلنا. مهم الكلام ده؟ مهم الكلام. طبعا ديت ايكواس عشان الحاله الفيزيائيه، هنا ايكواس، هنا ملح الطعام معروف اللي هو سوليد، الميه ليكويد، خلاص. وده هنا ايه؟ غاز، غاز ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. يبقى دي بالنسبه للجزئيه الاولانيه النهارده في حلقه النهارده. ان شاء الله برضو بفكركم ان لازم نشوف الحلقات التاسيسيه ونحدد امورنا كويس جدا ونفهم المحتوى الايه الاساسي في كل جزئيه في الكيمياء. ان شاء الله المره القادمه هبدا معاكم الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه، ازاي نوزن المعادلات اللي عندنا موجوده في المنهج الرسمي، وازاي نوضح عليها الحاله الفيزيائيه. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا. مصطفى رجب خبير العلوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه، واحييكم من مدينه دمياط الجديده، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.